السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في محاضرة جديدة ونستكمل الفصل التاسع، المؤشرات الاستشفائية واستخدامها بالنسبة للمستشفى. المؤشرات الاستشفائية ودورها في إدارة المستشفيات. ارتبط تطور العلم في الإدارة بقوة بالتخطيط والتنظيم، ولكن الآن شوف إدارة المستشفيات هي مرتبطة بعلاقة قوية بنمو المؤشرات الاستشفائية الناتجة عن عملية تقديم الخدمات الصحية في المستشفى، وهو مرتبط بتطور أنظمة المعلومات في القطاع الصحي ومؤسسات القادرة على تزويد المدير الصحي بالبيانات والمعلومات الصحية الدقيقة في الوقت الصحيح لاتخاذ القرارات السليمة، سواء كانت لعملية التخطيط الجيد أو لعملية التقييم. طبعا لا غنى لمدير المستشفى أثناء عملية التخطيط عن هذه الإحصائيات. تمام. طبعا مرت المؤشرات الاستشفائية بمرحلة من التطور، وكانت بالتطور علم إدارة المستشفيات، يعني كانت جنب إلى جنب. هذا التطور نتيجة للتطور علم إدارة المستشفيات أحيانا، وأحيانا كانت المؤشرات سبب لتطور علم إدارة المستشفيات. في المراحل الأولى لعلم إدارة المستشفيات كان مدير المستشفى مدير فردي، غالب ما كان طبيب. كانت المؤشرات الاستشفائية محدودة في عددها واستعمالاتها، اقتصرت على إحصاء عدد المرضى الداخلين للمستشفى وعدد الأسرة الشاغرة عشان أعرف إمكانية إدخال المزيد من المرضى جدد أو لا. مع تطور علوم الإحصاء وأنظمة المعلومات في المستشفى، زادت عدد المؤشرات الاستشفائية وتوسع استعمالها، زي ما عدد الموظفين في الدوائر والأنشطة كمان زاد، وعدد وجبات الطعام وكلفة هذه الأنشطة والعناصر والتكلفة العامة للتشغيل كلها زادت. مع دخول أنظمة المعلومات الممكنة لقطاع المستشفى زي الكمبيوتر وقدرة هذه الأنظمة على الربط بينها وبين استعمالية المستشفى إداريا من قبل الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، ساهم إلى حد كبير في تسهيل مهام إدارة المستشفى، وأعطى تصور عن عملية تقديم الخدمات. والآن هنشوف أهم هذه المؤشرات وكيفية الحصول عليها ومجالات استعمالها في إدارة المستشفيات. المؤشرات الاستشفائية، يمكن تصنيف المؤشرات إلى قسمين رئيسيين: مؤشرات متعلقة ببيانات خاصة بالمستشفى، هي على شكلين: الأرقام المطلقة وتشمل عدد الإدخالات وعدد الخروج، عدد الأيام المرضية، عدد المواليد، عدد المرضى المحولين، عدد العمليات الجراحية. هاي أرقام ذات قيمة كبيرة لإدارة المستشفى، بيتم تفسيرها بعناية. على سبيل المثال، عدد الأمهات التي وضعنا في المستشفى تشكل مؤشر لعدد أسرة الأطفال صغار السن المطلوبة لرعاية المواليد الجدد. المؤشرات المتعلقة ببيانات خاصة بالمستشفى كمان تنقسم على شكل أرقام ونسب، وحنشوف أهمها. الأرقام والنسب تشمل لي مؤشرات، زي ما قلنا في أرقام فقط تكلمنا عنها، الأرقام والنسب تشمل المؤشرات اللي هي المعدلات والنسب، بيتم حسابها من تقارير البيانات الشهرية المجمعة، وبتفيدني في عملية التخطيط والتنظيم والتقييم لخدمات المستشفى. ومن أهمها معدل التعداد اليومي، وأنا أتكلم على معدل، يعني نسبة إشي بقسمه على إشي وبضربه في 100%. تمام، هيك أخذنا في الإحصاء خلال فترة زمنية، بعد التعداد اليومي خلال فترة زمنية، وقلنا باستثناء المواليد الجدد، يعني مجموع الأيام المرضية ما لهاش علاقة بالمواليد الجدد. ليش؟ لأنه هو ما له سجل طبي، ما تمش ما لهش ورقة دخول. عدد مقسم طبعا عدد الأيام المرضية على أيام الفترة الزمنية المحددة. تمام، هاي هو المحدد. في المعادلة بتعطي رقم يساوي معدل عدد المرضى اليومي خلال الفترة المحددة. يفيد هذا المؤشر في معرفة مقدار الطلب على أسرة المستشفى والإقبال عليها،
وقديش هو عدد الأسرة المتوفر للاستعمال كل يوم؟ النسبة بضرب 100%، نسبة إشغال الأسرة أو معدل الإشغال، بحسبه من المعادلة التالية، وهذول المعادلات مكرر حفظ معدل الموجود اليومي خلال الفترة الزمنية اللي هو المرضى ضرب عدد الأيام في الفترة الزمنية على الأسرة المتوفرة في المستشفى، أو بحسب عدد الأيام المرضية خلال فترة زمنية على الأسرة المتوفرة ضرب عدد أيام الفترة الزمنية. معدل الإشغال لأي يوم؟ التعداد اليومي للمرضى لهي اليوم على الأسرة المتوفرة. هاي المعادلات حفظ. أهمية نسبة الإشغال بتوفر لي مؤشر للعلاقة بين العرض والطلب. بتمثل الأسرة المتوفرة العرض من الأسرة، وبتمثل التعداد اليومي أو الأيام المرضية الطلب على الأسرة. عندما تكون نسبة الإشغال أعلى من المستوى المقبول، هاي بعني لي عدم كفاية العرض من الأسرة لمقابلة الطلب. بتوجب على المستشفى حينها زيادة عدد الأسرة الموجودة. عندما يكون معدل الإشغال أدنى من الحد المقبول أو أقل، أو بيكون متدني، بيعني لي إنه العرض من الأسرة أكبر من الطلب، وبتطلب من المستشفى إنها تفكر في إنقاص العرض من الأسرة، لأنه بيعتبر الأسرة الزائدة عن الحاجة فاقد وهدر للموارد، وكلفة التشغيل مهدورة، لأنه كلفة تشغيل السرير غير المشغول بمريض من 60 إلى 70% من كلفة السرير المريض المشغول بمريض. يعتبر مستوى تشغيل الأسرة في المستشفيات العامة 90% وأكثر مستوى مرغوب، وهناك نقطتين هامتين بهذا الشريط. قلنا معدل الإشغال لفترة زمنية بيعتبر متوسط الإشغال خلال تلك الفترة، وما بيعطيني مؤشر للتذبذب اليومي لنسبة الإشغال، واللي بيحدث عادة خلال الفترة الزمنية محل الاعتبار. لذلك للتغلب على هاي الصعوبة، حساب أعلى نسبة إشغال وأدنى نسبة إشغال خلال فترة محددة، بالإضافة إلى معدل الإشغال، وهي بيوفر لإدارة المستشفى مدى التذبذب في معادلات الإشغال. وبنعمل حساب للانحراف المعياري، وهذا كلام أخذته في الإحصاء. يمكن لمعدل الإشغال أن يكون عالي أكثر من 90% بسبب تعمد إطالة مدة إقامة المريض. فالعلاقة بين نسبة الإشغال ومعدل الإقامة بنوضحها حسب المعادلة التالية: معدل الإشغال بيساوي عدد الخروج ومعدل أيام الإقامة على عدد الأسرة في أيام السنة. هاي المعادلة بتوضح لي إنه كل ما زاد معدل أيام الإقامة كل ما زادت نسبة الإشغال، وهذا بيظهر في المستشفيات ذات الإقامة الطويلة أو في المستشفيات اللي بتعالج الأمراض المزمنة، وخاصة كمان أحيانا في المستشفيات العامة اللي مدة إقامتها قصيرة. بنفسر معدل إشغال الأسرة، لما أجي أفسره بدي أخذ بعين الاعتبار معدل أيام الإقامة. بيجد بعض المدراء إنه أكثر ملائم حساب معدل خلو الأسرة، بدل ما أنا أحسب مدة الإشغال بحسب خلو السرير. بعتبر مؤشر الإشغال من المؤشرات الأساسية اللي بيستعملها مدير المستشفى، بيدل على مدى إقبال المرضى على الخدمات الاستشفائية، وممكن أقدر إيرادات المستشفى وتكليفها. الاستعمالات الأهم لهذا المؤشر هو تحضير موازنة المستشفى السنوية، وتقدير الإيرادات والتكلفة بشكل دقيق، ومعرفة مقدار الأموال اللازمة للتشغيل السنوي بشكل مسبق. كمان التكلفة يمكن تحديدها باستعمال نسبة التكلفة يمكن استعمالها باستعمال نسبة إشغال الأسرة لمعرفة احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية والوجبات الطعام اللي أنا بدي أحضرها والخدمات الأخرى. كمان يمكن استعمال نسبة الإشغال الكلية للمستشفى ونسبة الإشغال في كل قسم عشان أحدد مقدار العناصر البشرية، العمال، الأطباء اللازمة للتشغيل. توزيع هذه العناصر وإعادة توزيعها بين الأقسام عن ضوء نسبة تشغيل الأسرة في كل قسم، كمان بستفيد منه في معرفة نسب إشغال لكل قسم طبي،
واحتساب نسبة الإشغال لقسم الجراحة وقسم الأطفال في الباطنة. هاي المؤشر كمان بيوفر لمدير المستشفى صورة واضحة عن استعمالية الأسرة. أما نسبة الإيرادات للمستشفى فترتبط ارتباط مباشر بنسبة إشغال الأسرة، وبتزيد كل ما زادت الإيرادات بشكل مباشر نتيجة لازدياد نسبة الإشغال وتنخفض بانخفاضه. من المعلوم أن كلفة السرير الإجمالية هي مجموعة التكلفة الثابتة والمتغيرة للسرير. التكلفة المتغيرة بتزداد بزيادة عدد المرضى الداخلين، والكلفة الثابتة اللي هي القوى البشرية والمعدات والآلات والكهرباء والتدفئة تشكل الجزء الأكبر من مجمل التكلفة. فمن مصلحة المستشفى زيادة نسبة الإشغال لتغطية التكلفة الثابتة وبالتالي زيادة إيرادات المستشفى. أيضا عدد أيام الاستشفاء، بيدل هاي المؤشر على عدد أيام الخدمة المقدمة للمرضى الداخلين في المستشفى خلال فترة زمنية محددة. عدد أيام الاستشفاء لشهر ما بيكون مجموع عدد المرضى الداخلين في كل يوم من أيام الشهر. كيف نستعمل هذا المؤشر؟ نستعمله لتخطيط التزامات المستشفى المستقبلية من خدمات مختلفة، وكمان معرفة حجم الخدمات المطلوبة للعام القادم من ممرضات، خدمات فندقية، وجبات طعام، غسيل، تنظيف. بتقدر لحجم خدمات الطعام، بيتم ضرب عدد أيام الاستشفاء المقدر لفترة زمنية معينة بمعدل الوجبات المطلوب لكل مريض في اليوم الواحد. وهي الأمر بالنسبة لخدمات، ونفس الأمر بالنسبة لخدمات الغسيل. وجبات الطعام للشهر بتساوي عدد أيام الاستشفاء في الشهر في 2.5 وجبة. خدمات الغسيل عدد أيام الاستشفاء في 3. خدمات التمريض عدد أيام الاستشفاء في 4 ساعات تمريضية. يستعمل هذا المؤشر لتقدير إيرادات وتكلفة الاستشفاء، بيعتمد على قدرة النظام المحاسبي والمالي على توفير البيانات الخاصة بكلفة يوم الاستشفاء والإيراد لكل يوم استشفائي. كمان بيمكنني من معرفة تقدير الإيرادات والتكلفة لفترة مستقبلية. بيحدد لي التسعيرة لكل سرير في المستشفى ولكل يوم استشفائي. انطلاقا من ذلك أنه تعتمد المستشفى على يوم الاستشفاء اللي هو اليوم المرضي كوحدة أساسية في تخطيط الموازنة السنوية، وهذا يحط تحتها 100 خط. معدل أيام الإقامة، هاي المعدل بنحسبه بالشكل التالي: عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة مقسوم على عدد الإدخالات خلال تلك الفترة، أو عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة على أيام المرضى المخرجين خلال نفس الفترة، أو يساوي عدد أيام المرضى المنومين خلال فترة محددة في 1/2 ضرب أو نص ضرب عدد الإدخالات زائد عدد الخروج خلال نفس الفترة. طبعا احنا ملاحظين في تقدم كبير في مجال الرعاية الطبية اللي بيحصل في السنوات الأخيرة، وأصبح مدة الإقامة بحدود 7 أيام معدل مرض في المستشفيات، وفي كمان مستشفيات 4 أيام. إذا تجاوز ال7 أيام بدي أعمل تحقيق وأعمل كشف عن أسباب زيادة نسبة المرضى ذوي الأمراض المزمنة في المستشفى. إهمال في الرعاية الطبية من قبل الأطباء، لأنه كل ما زادت مدة الإقامة بدي أفهم هذه الأمور. ضعف الرعاية الطبية وما ينتج عنها من مضاعفات تزيد من مدة الإقامة. جدير بالذكر أن متوسط مدة الإقامة ليس مقياس دقيق لكفاءة المستشفى، عشان هيك بيفضل حسابه لكل خدمة في المستشفى بشكل منفصل، وكذلك حسابه على أساس خصائص المرضى زي الجنس والعمر والتشخيص، ويمكن يسمح ذلك بإجراء المقارنات من المرضى من نفس الجنس والعمر والمرض في المستشفيات المختلفة والأقسام المختلفة في المستشفى الواحد، وهذا بيعطي المستشفى معلومة كافية عن الرعاية الطبية في المستشفى ومدى حسن استعمال الأسرة
والرعاية الطبية. هاي المؤشر بيستخدموه للدلالة على نوعية الخدمات المقدمة كوسيلة للرقابة وضبط استعمال خدمات ومنشآت وأسرة المستشفى وترشيد استعمال هاي الخدمات. هاي المؤشر أيضا بيجرى احتسابه لكل قسم من الأقسام الداخلية للمستشفى بهدف مقارنة هاي المؤشر بالمقاييس الموضوعة لكل قسم وللمقارنة مع نفس الاختصاصات في المستشفيات الأخرى. بيبين لي كمان هاي المؤشر مدى سوء استعمال الأسرة في التخصصات المختلفة. 5 معدل دوران السري، هاي المعدل بيعني لي عدد المرضى المخرجين بما في ذلك الوفيات على عدد الأسر. هاي معدل دوران السرير بيرتبط عكسيا مع معدل الإقامة في المستشفى، كل ما زاد معدل الإقامة قل معدل دوران السرير، والعكس صحيح. تتضح هاي العلاقة عند احتساب معدل دوران السرير، بنقول 365 يوم ضرب نسبة الإشغال على معدل طول الإقامة. إذا عندي قانوني يمكن استعمال معدل الدوران كضابط لفحص ومدى صدق نسبة إشغال الأسرة. إذا كانت نسبة الإشغال صادقة يمكن استعمال معدل الدوران كمؤشر لإنتاجية السرير، بمفهوم عدد المرضى المخرجين لكل سرير خلال الفترة الزمنية المحددة. معدل خلو الأسرة اللي بيفسر لي مدى إشغال الأسرة من الجانب السلبي، أي بحساب معدل خلو السرير. معدل خلو السرير الكلي هو معدل نسبة الأسرة الخالية خلال فترة زمنية، بنحسبه من التالي، بنقول لو كان عندي مثلا 100 سرير ناقص معدل إشغال الأسرة، فإذا كان معدل الإشغال مثلا 80% بقول 100 ناقص 80، تمام؟ بنفسره بمعدل الخلو، وكمان عندي معدل الخلو الثابت. بيجري إلى نسبة الأسرة المستشفى غير المشغولة كل يوم خلال فترة زمنية، بحسب لي بطرح أعلى معدل إشغال 100% وصل له المستشفى خلال فترة زمنية من 100%. يعني على سبيل المثال لو أنا عندي أعلى معدل إشغال 90% بقول 100 ناقص 90، إذا معدل الخلو 10%. معدل الخلو المتغير بيمثل لي معدل نسبة الأسرة اللي كانت أحيانا مشغولة وأحيانا فارغة، ويحسب بطرح معدل الخلو الثابت من معدل الخلو الكلي. معدل الخلو المتغير هو عبارة عن معدل الخلو الكلي ناقص الخلو الثابت. مثلا لو عندي 20 ناقص 10 بيعطينا 10%. فترة خلو السرير بحسبها عدد الأسرة في 365 يوم ناقص عدد أيام الاستشفاء على عدد حالات الخروج بما فيهم الوفيات. هاي المؤشر صفر إذا كانت نسبة الإشغال 100%، وبيكون سالب إذا كانت نسبة الإشغال أكثر من 100. بستفيد من هذا المؤشر في حساب نوع كل نوع من أنواع المستشفيات وضمن المستشفى الواحد، وبتدلل لي فترة الخلو السالبة أو القصيرة على نقص في عدد الأسرة المتاحة، بينما بيدل وجود فترة خلو طويلة على وجود فائض في الأسرة أو خلل في نظام دخول المرضى. نسبة عدد الموظفين إلى عدد الأسرة، بيفيد هذا المؤشر في التعرف على مدى إنتاجية العناصر البشرية في الأقسام، وهو بيمثل لي عدد الموظفين على عدد الأسرة. طبعا إذا على سبيل المثال تتراوح هاي النسبة بين 3.5 إلى 5 موظفين لكل سرير في المستشفى العامة اللي بيزيد عن 400 سرير، أما في المستشفيات العامة المملوك من القطاع الخاص بيقل عن 400 سرير، فهي النسبة تتراوح من 1 إلى 3 موظف لكل سرير. بتتأثر نسبة الموظفين إلى الأسرة بالتغيرات التالية، تزداد هذه النسبة بزيادة حجم المستشفى، زيادة هذه النسبة في المستشفى المتخصصة عنها في المستشفيات العامة. أيضا بتتطلب تشكيل أوسع من التخصصات والعناصر البشرية، تزداد هذه النسبة في المستشفيات التعليمية بتصل إلى 5 لكل سرير أو أكثر أحيانا 7. بس بدي أرجع، يعني المريض الواحد مين بيقوم على رعايته؟ دكتور، لما بقول 5 موظفين طبيب ممرض
آذن بينظف المكان، موظف مختبرات طبية بيقوم بتحليله، صيدلي بيصرف العلاج، أيضا ممكن يكون موظف صيانة، بيصل إلى أكثر من ذلك. بتناول المؤشرات الأخرى، من طبعا تناولنا إحنا أهم من المؤشرات، لكن إحنا في مؤشرات تانية من وهي بسيطة ما بتحتاج لأنظمة ومعلومات: عدد حالات الدخول، عدد حالات الخروج، عدد المرضى لكل طبيب، معالج، نسبة تكلفة العنصر البشري إلى مجمل التكلفة في المستشفى، تكلفة العنصر البشري في كل دائرة إلى مجمل تكاليف الدائرة يعني القسم، مجمل تكلفة السرير ومقارنة ذلك بالسعر اليومي، تكلفة اليوم الاستشفائي، الإيراد لكل يوم استشفائي. في مؤشرات متصلة بالسكان المرتفعين، الهدف منها حساب المعدلات المتصلة بالسكان والمرتفعين ومعرفة إلى أي مدى يستخدم السكان خدمات المستشفى، وكمان من الضروري معرفة عدد هؤلاء السكان. يمكن الحصول على هذا العدد بسهولة إذا تحقق الشرطان الآتيان: أن تكون المنطقة الجغرافية لتخدمها المستشفى أو مجموعة المستشفيات محددة بوضوح، وأن يجري التعداد بهذا الانتظام، بمعنى أنه مثلا عندنا الأوروبي بيخدم كل الناس اللي من شرق السكة ورفح، مستشفى ناصر من المواصف البحر حتى غرب السكة، تمام؟ أن يكون الوصول إلى المستشفى أو مجموعة المستشفيات سهل على السكان، وتكون مواصل، طبعا إحنا قلنا في بناء المستشفى لازم تكون على خط طريق عام سهل المواصلات له ومناسبة وسريعة. إذا لم يتحقق هذان الشرطان يكون من الضروري عمل مسح إحصائي تفصيلي. إذا وجد أكثر من مستشفى في المنطقة فإن البحث سوف يبين توزيع المرضى بالنسبة إليهم. إذا كان وصول جزء من السكان المرتفعين لخدمات المستشفى برمز لبرامز كي معدل الدخول، يعرف أيضا معدل تكرار الدخول برمز لبرامز حرف الدال، وهو عدد مرات دخول المستشفى لكل 1000 من السكان في السنة، ويمكن حساب ذلك أيضا لكل 100 من السكان أو لكل فرد. عند حساب معدل الدخول بنحسب عدد مرات الدخول بما في ذلك مرات تكرار الدخول للحالة المرضية. لكن في المستشفى اللي بتطول فيها مدة الإقامة مثل مستشفيات الأمراض العقلية اللي بتسمح فيها للمريض بالخروج لزيادة زيارة أهله والعودة أو الخروج في إجازة، يحسب فقط الدخول. إذا كان المريض قد سبق خروجه بصفة نهائية من قبل يحسب فقط الدخول. يمكن حساب معدل الدخول لمجمل مرات الدخول في كل المستشفيات بصرف النظر عن نوعها أو ملكيتها، بنسميه معدل الدخول الكلي أو لكل نوع من المستشفيات على حدة. معدل الدخول لكل 1000 من السكان دال على كاف، معدل الدخول على السكان، معدل أيام العلاج للفرد بنسميه عين واحد، مجمل أيام العلاج على متوسط عدد السكان عين على كاف، نسبة الأسرة المشغولة شين واحد، نون على كاف، نون بتمثل لي متوسط عدد السكان الموجودين يوميا بالمستشفيات تحت العلاج بالنسبة لوحدة ما من السكان، وتقسم بقسم متوسط عدد الأسرة المشغولة، متوسط تعداد المستشفيات على متوسط عدد السكان، تعداد السكان مرمز بالرمز نون، دليل الأسرة للسكان برمز له بالرمز واو، شين على كاف معدل الإشغال على عدد السكان، وهي دليل على استخدام هذا الدليل على حدة بيمكن بيعتبر مؤشر لاستخدام المستشفى، ولكن بيدل ببساطة على مدى توفر الأسرة بصرف النظر عن كيفية استخدامها، وأهم عامل في تحديد استخدام المستشفيات في بلد ما اللي هو توفر الأسرة. مجالات استعمال المؤشرات الأساسية، قلنا أولا تحضير موازنة سنوية للمستشفى وبتطلب تحديد الوحدة الاستشفائية وتبني موازنة تقديرية على أساس الزيارات للعيادات الخارجية والطوارئ وعدد الوصفات الطبية. اثنين،
تمكن المؤشرات الاستشفائية من مراقبة أنشطة المستشفى ومعالجتها باستمرار. 3، ونشوف تفاعل المؤشرات الاستشفائية. التسعيرة اليومية لها علاقة بمتوسط مدة الإقامة، أيضا لها علاقة بنسبة تشغيل الأسرة. نسبة تشغيل الأسرة لها علاقة بحجم المستشفى وعدد الأسرة. حجم الأسرة له علاقة بمتوسط مدة الإقامة، متوسط الإقامة له علاقة بتنوع وتوفر الخدمات الاستشفائية، تمام؟ وهكذا. وهي المؤشر حفظ ومطلوب، التأثير المتبادل للمؤشرات. العوامل المؤثرة على استعمال المستشفيات، تعتمد العوامل المؤثرة على الاستعمالية على الصفات المميزة للسكان من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسلوكية. وقلنا كل ما زاد التعليم والصحة بخطين متوازيين، كل ما كان في تعليم كل ما كان في عندي تكلفة أقل. أو أهم هاي العوامل المؤثرة على استخدام المستشفيات، وفرت الأسرة، طرق دفع تكلفة الخدمة، توزيع الأسرة والتغطية، مدى توفر الخدمات الطبية زي الرعاية الأولية والعيادة الخارجية والرعاية المنزلية. وجود هذه الخدمات بتؤدي إلى كشف أمراض كامنة، وبالتالي بتؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات المستشفى. أيضا توفر الخدمات المساندة زي إمكانية التشخيص والعلاج ومختبر الأشعة، سلوكيات الأطباء واختلاف الممارسة بينهم، السماح بالحركة المبكرة، خروج الأسرع للمريض، العادات والتقاليد، الولادة داخل المستشفى أو خارجها، وفرة الأطباء، البحث العلمي والتدريب، مدى تواجد المستشفى، خاصة سياسة انتقائية بالدخول، حجم المرضى أو المرض في المجتمع، ظروف السكن، دخول المستشفى بسبب ازدحام في المبيت وعدم وجود رعاية، كلها بتأثر على استخدامات المستشفى. وبهيك بلقاكم إن شاء الله في فصل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بعيد.